قرر جهاز الكرة بنادي الزمالك إرجاء رفع الإيقاف عن حازم إمام ومحمد إبراهيم ثنائي الفريق بسبب عدم صدور قرار رسمي من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور برفع الإيقاف عن الثنائي. اخترع الجهاز الإداري للزمالك الثنائي بخوضهما لتحقيق جديد قبل أن يتم تأجيل ذلك التحقيق دون ذكر أسباب. وشهد أمران الفريق الأبيض الصباحي تأكيدات من جانب خالد جلال المدير الفني للفريق لحازم إمام أن الأمر بالكامل سيتم حله وعليهما الالتزام بالتدريبات الفردية.